هلا والله وسهلا. الله حيوك، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله اموركم زينه. انا بقول لكم من الضيف اللي عندي، لانكم بتسمعون صوتها الحين وبتعرفونه. يقرا علي الفاتحه 7 مرات ويدعي لي الله بالشفاء كل ليله، ما يدري انه وسم القلب كي ياتي انا اشهد ما فيه يا ناس حيله. الله عليك الله عليك فادي البيسي، معروف عن ما يحتاج. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك. شرفتنا في ستيكسات يا حبيبي. انا اللي اتشرف وسعد مبارك وتراك قاتلني بهالستيكات زمان. بنجربها. انا عندي سؤال. تفضل. كيف ما شاء الله دخلت في هذا الموضوع؟ كنت دخلت في الجاز على طول. طبعا هذا الالبوم الجديد، هذه اغنيه انت بس، هذه من الحان عبد الله مناعي، واحد من الناس اللي انا يعني اخو وصديق ولزيم نجاحات كثيره، يعني اشتغلت معاه من انطلاقه من بشويش وهذه حاله بذمتك والا الموت وتجي نعش وانت ماشي، يعني كل الاعمال تقريبا اغلبها نجحت مع عبد الله. بس نسوي افكار، يعني عبد الله واحده من الافكار. هذه الاغنيه ترى على فكره لها قصه، لانها لها فتره طويله جدا، يعني يمكن من فوق السبع او ثمان سنوات. من ذيك الفتره اقول حق عبد الله اني انا حاب الاغنيه تعرف كلحن وكلام من انت بس من خبيتي. فهو دائما كان يقول لي لا انا في بالي فكره بطبقها وما لحن ما وصلتني، يعني ما سويت التوليفه هذه. حلو. فقعدنا سنين وهو صراحه اشتغل على الفكره انه يسوي جاز جاز جاز، يعني سووا بعض الناس افكار بس بسيطه ممكن لمسه. لا انت جاز. هذه لا، طقم الجاز كله كان بالاستوديو، كنا في تركيا ذيك الايام وسجلنا الطقم كامل وركبنا بعدين عليها الشكل الخبيتي هذا الهادي البسيط بنفس الرتم. طلعت فكره لحن، فكره اغنيه، يعني انا بالنسبه لي اشياء جديده، يعني هي جديده جدا وطلعت ما شاء الله تبارك الله. انت حطيت بين خبيتي والجاز طلعت خرافيه صراحه. طبعا بنبدا باول قطعه ان شاء الله، بس انا عندي بعض الاسئله. تفضل. اذا ممكن. عموما شوف الاسئله هذه مو مني انا بس، من الجمهور برضه. حلو. البومك الجديد يعني الله يوفقك فيه، نزل الحين ليومين. صحيح. ايش الاغنيه القريبه قلبك؟ شوف انا دائما اللي يسالني السؤال اقول له كلهم عيالي. بس دايم والله كلهم عيالي. في ولد تحبه صح ولا لا؟ القريب. اي لا والله، يعني شوف في كذا اغنيه انا بالنسبه لي احبهم. في الوان لان بالنسبه لي جديده انا اشتغلتها، بس في شكل، يعني اغنيه شغل التفكير واحده من الاغاني اللي انا حاب اني اقدمها للناس، لان لون دائما كنت اقدمه للناس العاطفي الرومانسي بلون معين. وسم القلب الاغنيه خبيتيه راقصه سريعه، تحس انها يعني فيها اتوقع منها، ففيها روح تعرف راقصه وسريعه مثل ما قلت. عندي اغنيه غريبه لسهم، اول مره اقدم عمل مع سهم، مع ان قلتها كلام في السناب دائما انا اعرفها من سنين، لكن توافقنا في هذا العمل. في الالبوم هذا اول مره تدخل، اول مره اتعامل مع سهم. في اغنيه وقت صوتك سويتها مع ياسر ابو علي، وسويت معها ثلاث اعمال، ما تشوف عيونك، ما تشوف عيوني، وسويت معها اغنيه ثالثه. ياسر ابو علي له توليفه ثانيه صدقت، فانا يعني جدا حاب التعامل معه خصوصا في هذا الالبوم، لاني سويت معه شغل من نفانا الاغنيه اللي قدمتها معه مع العاليه، اغنيه مختلفه ايضا، يعني تعرف كلمه اي اي ما يحتاج. انا بنزلكم بس مختطف بسيط عن الاغنيه، ابغاكم تسمعونها. نقول بسم الله ونبدا باول قطعه. اعطيها شويه ضبطين كذا بس صوت اي عشان تطلع كريسبي بعد من تحت. بس تعلمت صح، مو سهل ابدا كذا. جاهزه نقول بسم الله. الريح العربيه والله. يا حبيبي الله يخليك. يعني نقول بسم الله ونبدا في تقطيع، وترى انا بشغلك اليوم بالاسئله الله يعينك علي يا حبيبي. ابغى ساعه الله ابغى ساعه. انا بكون مشغول باللحن. هي خلاص انا واقف. بسم الله. بس يبغى لها شوي. انت ما عندك مشكله في الترافل؟ لا عادي. إيه. بسم الله.
اقسم بالله بسم الله الوقت انقطع عيني عليه. بالعافيه بالعافيه عليك. قبل كنت اشوف اللي يسوون الحركات هذه عبالي انا مو صدق. بس والله العظيم والله يا جماعه يا حبيبي يا حبيبي انا باخذ بالعافيه عليك عالميه والله. وقف بخلصها وبعد برجع. طبعا في سؤال دائما يتداول في روسكو عن الفنانين الكبار يا حبيبي. والله 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 صراحه يعني كيف طلعنا اغانيكم، كيف تصويرها، كيف ايش يصير معاكم، كم تجلس مده؟ احنا بس ترى احنا اللي علينا ندخل اليوتيوب او في القنوات نشوف الاغنيه مدتها 4 دقائق النهايه، 5 دقائق ونخلص. بس وش اللي وراء 4 دقائق 5 دقائق الاغنيه هذه؟ وش اللي وراها بالضبط؟ انت سالت 3 اسئله كبار. اي الواحد يبي له اجابه طويله. صادق. شوف الشغل كثير، الشغل ياخذ وقت طويل جدا قبل التحضير لل، ترى احنا عندنا مطبخ زين مثلكم ترى، يعني نطبخ الموضوع بفترة طويله جدا. طبعا يعني تحضير الاغاني يمكن هذه بالنسبه لي اخذ اكثر من سنه ونص سنتين يعني تقريبا، يعني الالبوم هذا جديد. الالبوم هذا اللي نزلته يعني اختيار وتنوي ببساطه الخطوات تكون مبدئيا انت تسمع اللحن وتختار كلام وتختار الملحن يلحن الموضوع، تروح تقعد معاه تسمع اللحن، عقب تسوي لها جايد، في شيء نسميه جايد، الجايد هو الدليل اللي الكل يمشي عليه كتنفيذ موسيقي وكصوتي انا شلون الطبقه اللي اختارها، شنو الايقاع، شنو سرعه الاغنيه، هذه تاخذ منه وقت. اذا هذه ضبطت الجايد كانك ترسم خريطه البيت قبل ما تبني. حلو؟ هذه الخريطه هي اللي توضح لك الموضوع، هذه تاخذ منك وقت. ممتاز. تسمعها وترجع وتفكر وتزيد سرعه تنزل، يعني تفاصيل كثيره. هل في من الاشياء اللي انت في 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 عمل سويته وصلت الى المرحله هذه بعدين ما نجح معك بعدين قلت لا وقف؟ اي طبعا واجد. طبعا والله طبعا. يعني هي الفكره هذه هي اللي تخليك تعرف انك تكمل ولا ما تكمل. تبين الاغنيه تبين. اقدر اقول سويته تخطيط في البدايه، بعدين الرسم صحيح، بعدها نروح للاختيار الموزع الموسيقي اللي راح المهندس اللي راح يطلع لك المبنى هذا اللي احنا سويناه والله بالشكل الصح، فهو اللي يرسم له الجايد لاينز كلها يرسمها. هو هذا شغل موزع، موزع تقريبا يشغل كل الفكره الموسيقيه الرؤيه الموسيقيه للاغنيه طبعا مع الملحن، يتشاركون بانه يقدمون شنو يبون يطلعون اللحن هذا يطلع اللي هو الموزع ايش؟ الموزع الالات الموسيقي، هو التوزيع الموسيقي هو عباره عن في الات موسيقيه كثيره في الحياه صح، يجي هذا الشخص هو يختار يقول هذه الآلة بتنحط هنا، هذه الآلة بتنحط هنا، هذه الآلة تركب كذا، الكمنجات بتقول كذا كذا، فيها عود ما فيها عود، لا هذه ما هذه مو شكلها عود، هذه شكلها قانون، هذه شكلها وهكذا. ففي ناس تشتغل على، فأنت تسمع وممكن نسجل أحيانا نوصل مرحلة ان نسجل نحسس الصوت لا مش هذا الصوت اللي أبي الصولو اللي أبيه، وأنت دفعت له واشتغلت له وخذ وقت تلغيه وتروح تسجل مع حد. فبعدها نروح للتنفيذ الموسيقي الحقيقي، نركب الآلات هذه كلها. بعد ما نخلص تركيب الالات تروح الاغنيه للايقاعي يركب ايقاعه، ترى هي مش فرقه كامله بالاستوديو كلهم مع بعض لان التكنولوجيا تطورت، فاليوم في عازف في امريكا يركب بيز، في عازف في تركيا يركب كلارينيت، في عازف عندي في قطر مثلا في الاستوديو عندي يركب ايقاع، هذه كلها تنبني وبعدين نركب الكورال وبعدين يغني المطرب وبعدين تروح للمكساج. موضوع كبير يا الله، ما هو بسهل. ولذلك انا اكون على يقين ان الفنان لما يشتغل اغنيه وانت بعد هو سامعها ترى 1000 مره، فانت تيجي بعدين تسمعها مره تقول لو سوى كذا ترى مجرب كل شيء، يعني لا تعطي نصيحه كانك داخل على واحد في بيته وتقول له اكسر الجدار ترى مسكين بنا صار له فتره مني. صح صادق. قول بسم الله عاد بتسوي لنا الستيك. أوه اليوم بتضبط لنا الستيك. الله عليك. تفضل. شوف تبى تعلمك. شوف الشواية جاهزة. شواية جاهزة. حطها في أي مكان مرة. مرة. أي مكان يعجبك. يا سلام عليك. شوف يا جماعة ترى الطبخ صعب ها. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. الحين بنجرب. طيب أنا بما أن الستيك بيستوي. قاعد يستوي. حلو. زين انا عندي سؤال سريع. قول لي انت تخصصك تربيه رياضيه صحيح، وانت توجهت
للفن يعني معليش احلى شيئين بالدنيا الرياضه والفن. لا صدقت. طيب انا شايف رياضي ما شاء الله تبارك الله على تخصصك، والفن من وين جاء الفن؟ لا الفن هوايه كنت يعني تعرف احبه من صغر ومرتبط فيه يعني، وعد ما خلصت الجامعه اشتغلت معيد في الجامعه سنه ما شاء الله الحمد لله في الاول عدت في هذيك الايام ودرست سنه في الجامعه كمعيد، وفجاه توجهت سويت شت داون للكمبيوتر طلعت من المكتب والله العظيم مثل ما اقول لك قلت انا فن مو مكاني وقفت تماما ما رجعت الجامعه لليوم. يا الله ما شاء الله تبارك الله. يا عالمي فوق حلق فوق بعدنا دايم القمة يا عالمي. يا عالمي كل شيء كل شيء في الدنيا زين عالمي والله يعني هذا عالمي هذا الله يخليك يقول بسم الله عاد وجد سلام. نزل الصوص يا سلام زيادة صوص ولا شوي؟ زيادة خلنا شيء نحب النكهة النكهة؟ ايه يلا يعني بسم الله بسم الله وجرب بالعافية عليك الله يعافيك بالعافية والله العظيم شيء عظيم عظيم شوفوا بس يا جماعة. يا سلام من الساخر تعال من نقول بسم الله يا سلام ونبدا اسمي كريسبي حبيبي. طيب انا عندي سؤال لان هذه اذا قطعناها نحتاجها بس دقيقه واحده اوكي ننتظر زين. يقولون انك كنت عرض ازياء، هل هذا صحيح ولا لا؟ ترى شو بقول لك شيء دقيقه انت ما شاء الله تبارك الله يعني شخص جميل وسيم صراحة فيجي يجي يجي على هذا الشيء أنا أول الدنيا شوف أنا هالموضوع ناكمني في الويكيبيديا في حد حاطة أني أنا عارض أزياء كنت عارض أزياء والله ولا لي علاقة يمكن جاك عرض وأنت قلت لا لا والله لا والله جاتني يعني عروض بس ما بعارض هي أزياء يعني مو مهم جاتني لا والله ما بس إذا يعني يقولون الموضوع فيه فلوس زين إي فيه فلوس اللي عنده شيء حاضر بسم الله ساعة مباركة والله. هذا شيء بسيط طبعا من بي كي بوتيك من التيم كذا كامل عارفين انك عندي ف يا ربي يسلمك يا حبيبي جربت واسعدتني والله يوفقكم يا رب دائما يا جعل والدينك في الجنة شكلها صار يبين شيء شوف بقول لك شيء انت لازم الحين تجرب وتعطينا انطباع اذا جاء الوقت هذا بس والله القص فن والله يا سلام. هنا ابي رايك فيه صراحه الله وقص الشباب بعد ما له داعي الشباب والله خلينا لنا ابيك تعطيني ايش نكهتها هنا المهم توقع ها يا حبيبي طيب نكهه لا تروح بعيد ما اعرف صدق انا مدرب بعيد بس والله تيست الفن بس زين بس